السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نسهل عليكم هاد القصه ديال كونديد اول اوبتيميزم. حنا عارفين ان هاد القصه هادي فيها 30 شابيتر، يعني كل 10 ديال لي شابيتر غندير لكم لو باركور ديال كونديد، يعني المسار اللي داز منه كونديد. يعني كل مره هو في بلاصه وكل مره دارنا راسنا مع الاماكن اللي غيكون فيها. داكشي علاش قررت ان كل 10 ديال لي شابيتر، يعني غيكونوا 3 ديال لي بارتي، كل بارتي فيها 10 ديال الفصول. غادي نقول لكم في هذه الفصول فين كاينه الشخصيه الرئيسيه ديالنا كونديد. كنتمنى ان الطريقه هذه تكون عجبتكم. بغيت نسهل عليكم باش ما تبقاوش يعني دايخين في الاماكن اللي غيكون فيها هاد البطل ديال القصه ديالنا. نبداو على بركه الله. مي قبل دائما ما تنساوش تخليوا لي دعوه للاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء والامهات ديال المسلمين. ونبداو على بركه الله. بالنسبه لو شابيتر 1 عندنا البطل ديالنا فويس الطفالي، باقي كاين في داك القصر، باقي عايش بخير وعلى خير، ما عنده حتى شي مشكل. مني غادي يكحلها وغادي يشوفوا داك مسيو لو بارون كيقبل ليه البنت ديالو غيجري عليه. مني غيجري عليه غادي ننتقلوا لو شابيتر 2 3 اي 4. فهاد ثلاثه ديال الفصول الشخصيه الرئيسيه ديالنا غتكون في هولندا، في هولندا. فلو شابيتر 5 6 7 اي 8 غيكون في ليسبون، في ليشبونة. في لو شابيتر 9 غيكون في لاسبان، وفي لو شابيتر 10 غيكون في كادكس. هادو هما اهم الحوايج اللي خصكم تضبطوا بالخصوص ديال الاماكن اللي غيدوز منها كونديد. مازال ان شاء الله نحط لكم البارتيه الثانيه والبارتيه الثالثه، مي حتى نحاول انني نوصل في الشرح ديال القصه لو شابيتر 20 ان شاء الله. دابا كنمشي معكم درجه درجه حيت باقي عندنا شويه الوقت ان شاء الله، باش هكا ما تلفوش. ما بغيتش نعطيكم كل شيء باش ما تدوخوش، حيت هذه القصه هذه فيها بزاف ديال الاماكن وبزاف ديال الاحداث وبزاف ديال الشخصيات اللي كل شيء يقدر يكون عندنا في الانتحاج ديالو، يمكن لينا نحيدو حتى شي حاجه. داكشي علاش خصنا نركزو على كل شيء. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.